هو ده رغي. لو كنت مسؤول عن شارة بث القنوات في مصر تقفل انهي قناة؟ كل القنوات اللي طالعة اللي اسمها مش عايز اقول اسامي، توك توك على موتكوك على كل ده لازم يتقفل. يتقفل اللي بيعرضوا افلامك، مش افلامي وافلام غيري. تعرف دول بيعملوا ايه؟ دول بيدمروا الفيلم، بيقولوا للناس هو تنتجوا. بيصوروه في السينما، بيصوروه من السينما ويعرضوه على الشاشة عندهم. واللي بيحميهم ايه؟ ان هم بيبقوا واخدين البس ده بره مصر. ما انا عايزه اقول لحضرتك هو ده بيحصل في مصر بس، مش بيحصل في امريكا مثلا كمان؟ بيحصل ناس محترمه ما بيحصلش خالص، محدش يرفع كاميرا. فهماني؟ بمعنى الافلام تلاقيها متذاعه، ده بيسرق، ده انا في مره اتسرق مني فيلم وقال لي عشان تصدق ان انا معايا الفيلم اهو، راح بعت لي جزء منه. جننت بجد؟ اه. بيضايقك يعني؟ قال لي عشان ما نزلوش بعت لي 10,000 دولار وادي حسابه اهو وبعتهم ابتزاز رسمي. اه. ودفعت؟ بعت له ناس من البلد اللي هو فيها، وكان في الكويت، بعت له ناس من الكويت قعدوا معاه فوضوا معاه وادوا له 5,000 دولار عشان وفي الاخر برضه نزل الفيلم. يا نهار ابيض. نتكلم يعني حاجه فين احنا بقى؟ فين انا حكومه ما تدفعش فلوس يا عم؟ الحكومة مش مستحملة تطلع فلوس، بس احنا هنجيب لك فلوس بس احمينا. يعني اتنصب عليك؟ اه. محمد السبكي بيتنصب عليك؟ اه، بس هو كتر خيره يعني نزله بعد 10 ايام، كان الفيلم يعني خد شم نفسه شوية. كتر خيره بقى.